تمتلئ الشوارع والميادين بمصر بحلوى المولد احتفالا بحلول المولد النبوي الشريف. فحلوى المولد تصنع في ربوع أرض المحروسة وتعد موسما لكسب رزق الكثير من العاملين على صناعتها. العروسة والحصان والحمصية والفولية والملبن تمتلئ الشوارع والميادين بها منذ عصور الدولة الفاطمية، أي منذ أكثر من 1000 عام. فحلوى المولد النبوي الشريف تصنع في ربوع أرض المحروسة وتعد موسما لكسب رزق الكثير من العاملين على صناعتها. ولعل مدينة طنطا بمحافظة الغربية من أشهر المدن على مستوى الجمهورية في صناعتها، وبها العشرات من المصانع التي تستعد مبكرا لتجهيز الحلوى والعمل على طرحها في الأسواق قبل الاحتفال بالمولد النبوي. بنصنع بقى كل حاجة هنا، يعني بنصنع علف سوداني، علف سمسم، وعلف حمص، وبنعمل قرص بردك حمص وسمسم، وبنعمل مكسرات. في أنواع تانية مثلا في فواخر ماشي، في قرص فستق، في قرص بندق ماشي، في لوز، في بسيمة. صناعة حلوى المولد النبوي في طنطا مهنة تتوارثها الأجيال منذ سنوات طويلة، ومع بداية شهر ربيع الأول تنتشر شوادر بيع الحلوى داخل مدينة شيخ العرب السيد البدوي. كانت منطقة السيد البدوي كلها، منطقة الحلوانية كلها وتمركزهم، فكان دايما الاحتفال بالمولد النبوي هي عادة فاطمية، فكانت المنطقة بتاعت السيد البدوي هي اللي كانت بتنتج الحلويات، فكله كان بيتزور السيد البدوي وياخد الحلويات من هناك، فبقت كده طنطا مشهورة بالحلويات. ورغم ارتفاع الأسعار هذا العام بنحو 30% عن العام الماضي مع ارتفاع أسعار المواد الخام، لكن تظل مدينة طنطا تتميز بأنها الأرخص سعرا والأكثر جودة في الأسواق.